الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الرجولة مقام، قال ربنا جل جلاله في آي القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية القرآنية تحدثت عن الرجولة، والرجولة مقام ذكرت في الوحي الطاهر كثيرا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. آيات وأحاديث في السنة المطهرة تحدثت عن الرجولة، فالرجولة مقام. ما أحوجنا إلى النماذج الرجولية التي نقدمها لأمة الإسلام، فأمتنا في أمس الحاجة إلى هذه النماذج التي يحتذى بها من هؤلاء الرجال. الشهيد حمود حنبلي، هذا الرجل الذي ينتمي إلى هذه البلدة الطيبة الأخضرية، الأخضرية التي سجلت حضورها الفعال في تاريخ الجزائر المشرق، هذه البلدة الطيبة التي حضرت في التاريخ المضي للجزائر برجالها، بمجاهديها، بشهدائها رجالا ونساء، بصلحائها، بعلمائها. فهذا الرجل ينتمي إلى هذه البلدة الشاهدة الحاضرة التي ترجمت معنى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشهادة تقتضي الحضور. هذا الرجل ينتمي إلى بلد اسمه الجزائر، هذا البلد الذي أيضا أثبت للأسرة البشرية حضور هذا البلد في جميع المحافل، في جميع مجالات الخير. وفي هذا المجال الحيوي، مجال الرجولة، والجزائر عادة والجزائري يختخر ويعتز كثيرا بالرجولة. حتى عند إبرام العقود يقول الرجل لأخيه: كن معي رجلا أكون معك رجلا، بلا شهود بلا توثيق. مع ذلك يكون الالتزام بهذه العقود انطلاقا من هذا المعنى الذي نحن في أمس الحاجة إليه، إلى الرجولة، والرجولة مقام. وهذا الرجل ينتمي إلى أمة الإسلام التي شرفها الله عز وجل، وكذلك ربنا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الأنبياء. وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، المؤمنون.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، البقرة. إذن هذا الرجل حياته صفحات مشرقة من الأعمال الصالحات، من الإنجازات، من الباقيات الصالحات. ما لا يدرك كله لا يترك جله. أركزوا على أربعة أبعاد في حياة هذا الرجل الشهيد. البعد الأول هو البعد التربوي الأخلاقي. كان حمود رحمه الله ممن يغرس القيم ويحرسها في الوقت نفسه، فهو من زراع القيم، من غراس القيم، ومن حراس القيم. فكان يتألم كثيرا حينما تهتز قيمة من القيم على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. والبعد الثاني هو البعد الاجتماعي الإصلاحي. كان حمود حاضرا، لم يكن غائبا، لا في الجامع ولا في الجامعة ولا في المجتمع. كان حاضرا حضورا فعالا، كان خادما للمجتمع، للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. كان رجل إصلاح، كان مصلحا بما آتاه الله من علم وخبرة وحكمة، والعديد من القضايا كما يعلم الكثير أنهاها حمود حنبلي رحمه الله بالآية 65 التي كان يذكرها كثيرا من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والبعد الثالث هو البعد العلمي. حمود حنبلي يشبه النحلة التي تتحرك وتتنقل من جبل إلى جبل، من حديقة إلى حديقة، لتقدم العسل للناس. فكان كذلك، قلبه يسبق بدنه إلى كل محاض، إلى كل ملتقى يعقد، إلى كل مكتبة تفتح داخل الوطن وخارج الوطن. والشهود كثير، كلما تفتح مكتبة إلا وكان قلبه يسبق بدنه إلى هذه المكتبة. كان محبا للعلم، وكان عالما، عالما يملك من الموسوعات ما لا نحصيه عددا، وباللغات المختلفة، باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. فكان محبا للعلم، محبا لطلاب العلم، محبا للكتاب. وقدر الله أن تنتهي حياته في حرم الجامعة في ذلك اليوم المعلوم. أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. البعد الرابع في حياة حمود البعد الدعوي. ترجم معنى قوله تعالى في سورة النحل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في ولايات الجزائر وفي الجامعات وفي الثانويات وفي جامعة نيس حينما التحق بها بفرنسا، وفي القاهرة في رحاب جامع الأزهر. كان واعظا، كان داعيا للشباب بمختلف الجنسيات بما آتاه الله من علم وحكمة، أفضى إلى ربه. الحياة جملة من الفراقات. المرض فراق الصحة للبدن، والموت فراق الروح للبدن. ولكن إذا كانت الحياة
مجموعة من الفراقات فإن في الآخرة لقاء بلا فراق، حيث يجمعنا ربنا جل جلاله في كما قال في آية القرآن في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تسكن أخي حمود الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا جميعا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل بلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي إني أسألك باسمك الأعظم أن تغير حالنا وحال أمتنا إلى أحسن حال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استقيم ورحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.